انزي بار. طبعا تيكت 150 زائد ان هو بيجي بألعاب زي مثلا سباق السيارات 50، صاروخ 40، قطار معلق 40، ديسكفري 50، تورنيدو 40. في ألعاب تانية مش شغالة، سوبر سبين مش شغالة، ديسكفري شغالة. طيب ده غير التيكت الأصلية اللي هي تقريبا 150 جنيه. دي دريم بارك، يعني انت عشان تيجي بتيكت 150 وتلعب الألعاب دي مبلغ.